العواف عليكم وازيكم في روشتة جديدة من روشتاتنا. النهاردة الروشتة بتاعتنا مهمة جدا ولازم تركزوا لاخرها. عمرك اكلت كده اكلة معينة وبعد كده بطنك وجعتك وجع مش طبيعي؟ تخيل نفسك كده رحت عزومة لطيفة عند واحد صاحبك ورسم لك من البحر طحينة وهأكلك وزبطك ودلعك وهشتكك وشخلعك، وبعدين بعد ما السؤال المهم دلوقتي هو ازاي اتفاداها. اول خطوه ودي الاهم، اسمع كلام امك. اسمع كلام امك ازاي؟ عن طريق انت تغسل ايديك كويس قبل الاكل عشان ممكن الميكروبات الضاره دي اصلا تنتقل لك عن طريق الايد. رقم 2 هي اننا ما نسيبش الاكل مكشوف ومش متغطي لفتره طويله حتى لو كان في التلاجة، خصوصا التلاجة لانها بالرغم التبريد الا ان البكتيريا بتقدر انها تتكسر في الاطعمه المكشوفه فيها. وبما اننا بنتكلم على التلاجة، يا ريت يا جماعه ما نخلطش الاكل الني مع الخضار والفاكهه او يتحطوا جنب بعض، لازم ان احنا نفصل ما بينهم. ولما نستعمل الخضار والفاكهه لازم نتاكد ونغسلهم كويس جدا. ضيف لكده الحاجات النيه زي اللحوم، لازم نطهوها على درجه حراره عاليه جدا عشان تقدر تتخلص من الميكروبات والحاجات اللي جواها وتكون صافيه وجاهزه ان هي تتاكل بشكل صحي جدا. وبالنسبة للحاجات المتصنعة والمعلبات اللي بنشتريها من بره، لازم نتأكد كويس جدا من تاريخ الصلاحية بتاعها، لأن لو في حاجة انتهاء صلاحيتها عدى ممكن تجيب لك تسمم غذائي. طبعا المراحل الغذائي والحاجات دي موجودة حوالينا في كل مكان حتى في البيت، ولكن برضو نحاول نقلل جدا الفترات اللي بنطلب فيها أكل والدليفري من بره والأكل اللي بناكله من بره من الأماكن اللي بره، لأن أغلب البراندات حتى البراندات الكبيرة جدا والأماكن المشهورة مش بتلتزم بالمهنية والحاجات الصحية في تحضير الوجبات، لأن بيكون السلطات والصلصات والحاجات دي مكشوفة بدرجة كبيرة وعرضة لانتقال الميكروبات والفيروسات من بره ومن هنا. عشان كده أكل البيت دايما أحسن وأنضف من المطاعم بره، ولو قللنا استهلاكنا من بره البيت هيبقى كده وقينا نفسنا بنسبة 90% من التسمم الغذائي. وأحب أختم كلامي بمقولة طبيب عربي قديم كان اسمه الحارث بن كلدة، قال المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء. الحمية هنا يعني الرجيم، أو زي ما الآية الكريمة بتقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أعرف في الآخر بقى إن النبي وصى على 7 جار، مفيش حاجة يعني لما تعزم زمايلك. حلقتنا خلصت، فوتكم بعافية ونشوفكم في حلقة جديدة، وسلامات. ماشي لا ماشي يلا يلا بدا اخ واحب اخلك اخد ايه رايك تحت ايه انا لو جبتها بهدوء هقولها صح. انا حاجه يا اسامه